السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة فيزا غالي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كيف ما شفتوا اليوم حريشات بمذاق ديال البرتقال سهلين لذاد زوينين خفاف يعني كي في آخر لحظة استحقوا تجربة ديالكم إلا بغيتوا تشوفوا الطريقة باش صوبت تاد الحريشات هدو فما عليكم إلا تبقوا معي حتى الآخر الفيديو فرجة ممتعة إن شاء الله بالنسبة للمقادير فقد نحتاج نص ديال سميدة الرقيقة ديال الحلوة غادي نحتاج واحد البيضة واحد الكيس ديال الخميرة الحلوة ومعلقة ديال الخميرة حبيبات أولا الخميرة ديال المعجونة بحال هادي جوج كيسان ديال العصير كاس ديال السكر سنيدة ما عمروش وكيبقى على حسب الذوق ونص كاس ديال الزيت ومليحة وبالنسبة لهاد السميد هو اللي غادي ندخل في الأخير باش نتحكمو في القوام ديال ديال الخليط ديالنا باش غادي نصوبو الحرشة بسم الله غادي نبداو آه نحطو في الأول السميدة على شكل الشكل هدا ونحط فوق هداك السكر سنيدة ونضيف هذاك الكيس ديال الخميره الحلوه هنايا غادي نضيف عليهم الزيت وغادي نخلط مزيان حتى غادي تخلط لينا الزيت مع السميده كما كنديروا الحرشة العاديه وهنا غادي نضيف الاول واحد جوج معالق اولا معلقه ونص ديال هاد السميده الغليظه نضيف الخميره يعني الجو سخون ما يحتاجش نديروا هذيك الطريقه باش نخمروا الخميره فشي حاجه دافيه يعني راه الجو سخون بزاف هنا واحد اللقطه البنات ديال تمسحات لي ديال فاش ضفت البيضه والملحه المهم نضيفوا البيضه نتوما والملحه هنايا غادي نضيف داك الكاس ديال العصير نضيف الكاس الثاني وانا كنخلط بهذيك الملعقه الخشبيه نتوما شفتوا دابا القوام ديالها كيجينا سائل بحال هذيك الحرشه السائله ولكن حنا غادي نبقاو نضيفوا السميد هكا كما قلت لكم داكشي باش خليته حتى الاخر باش نتوما تحكموا في القوام ما من, من الاول وما كفيناش ليها مثلا الليمون اولا صافي وحنا كنضيفو وحنا كنخلطو حتى كنحصلو على القوام ولكن راه هاد السميده كلها دخلتها في في هاد الخليط هذا بالنسبه لهاد السميده البنات راه كاسونس ديال العنبه يعني المجموع ديال هاد الحريشه هادي كله أربعة د الكيسان ونص هاد الحريشات كاملين اللي خدمت أربعة د الكيسان ديال السميده بين السميده الغليظه ورقيقه عفوا خمسة د الكيسان ونص أربعة ديال السميده رقيقه وكاسونس ديال الغليظه صافي كنغلفو كنحطو بين ما نوجد المقله سخنها و ونوجدوا هذا الاطار هذا باش غادي نخدموه هانتوما شفتوا الهواء ديال الخميره بدا كيطلع منها كناخذوا واحد الاطار بحال هذا وشويه ديال الزيت باش غير ندهنوه هو وز... ندهنوا يدينا وندهنوا هاد الاطار هذا والسميده الغليظه فاش غادي نبقى نفندو فيه هذه الكرات ديال الحرشه صافي من بعد ما درنا المقله كتسخن غادي نحيدو هذا هذا البلاستيك يعني من الاحسن تخليوها كما قلت لكم واحد شويه هكا باش ترتاح باش تجينا هكا تجينا معلكه وتجينا مزيانه صافي كناخذوا واحد القياس واحد الكويره هكا على لح... على قياس الاطار دابا باش بغيتو تخدموا وصافي كنحطو في المقله كندير بهذا الشكل هذا وكنضغط وباش كان نبرك عليها بديك الغطاء البنات غير باش يختلفو هاد لي طراس ديال الاصابع ولا الاثار ديال, ديال دوك الاصابع وهاد الاطار هو غير كيعطينا واحد الشكل اللي هو موحد اولا الشكل اللي هو متقادين كيجيونا في نفس الحجم صافي كنستمروا كنبقاو نحطهم بهذا الشكل هذا حتى كنكملوا نعمروا المقلب بالقطع اللي غادي تدي بالنسبه لمقله البنات هذه هي اللي كنت شاركت معكم في الفيديو ديال مشترياتي لشهر رمضان الكريم 2019 هذه هي المقله اللي كنت شاركت معكم واستعملتها بعدا من قبل جوج ديال المرات فطلعت رائعه طلعت غزاله ما كتحرقش وما كتلصقش يعني الثمن ديالها تستاهلو تستاهل وتسهل اكثر لحد الان مازال المهم هاد الاستعمالات اللي استعملتها راه رائعه وكتساعدنا بزاف يعني كما قلت لكم ما كتحرقش دوك الجوانب ما كتلصقش كيف ما شفتوا ما كيتبدلش اللون ديالها يعني الا بغيتو المقلاة فخدو هذا الشكل هذا نرجعو للحريشه ديالنا كنبقاو قلبهم بعد ما كيبانو لينا كاينشفو هكا من الوجه ديالهم والعافيه راه مهيله البنات كيف ما دائما كنقول لكم العجينه ملي يكون فيها السكر اولا الخليط فهو العافيه خاصها تكون مهيله لان يعني السكر دغيا كيطيب لينا الوجه وما تجيناش خضره من الداخل ومشوطه من برا يعني تخطف لينا في الطياب فضروري نقصو عليها العافيه بزاف وصافي كنكحزوهم هكا حتى كنعاودو نحطو القطعه الاخرى آه يعني نتوما شفتوا المقله تبارك الله راه دات خمسه ديال القطع ومازال تسعين يعني راه الحجم ديالها كبير وملي كتكون كبيره كتساعدنا هكا في الخدمه صافي كنستمروا في الطياب ديالهم وكنبقاو ندورهم شويه باليد بهذا الشكل هذا باش باش الطياب ديالهم يجيهم مقاد يعني ندورهم شويه بيدينا وحنا كن بهذه الطريقه هذه باش يجي اللون ديالهم كله يجي مقاد في الطياب صافي كنبقاو اللي طابو هكا كنبقى نحيدوهم كما قلت لكم البنات المقله راه كتقاد الطياب ديالهم ماشي بحال شي مقلات هكا كيكون كي الجهه طايبه وجهه هكا محروقه وجهه يعني هذه راه كدير واحد الطياب اللي هو موحد كله نفس الطياب كدير يعني ملي كنحطو فيها درت فيها واحد الحرشه اللي هي بحجم عائلي وعطاتني الشكل ديالها رائع كله مذهب يعني الطياب كله واحد ماشي دوك النقيطات ولا بلاصه طايبه وبلاصه لا فالمقلى البنات كنصحكم الا بغيتو تشريوها فخدو من هاد الماركه هادي صافي كنستمروا بهاد الكميات بهاد الطريقه عفوا حتى كنساليو هاد القياس كله اللي عندنا الحرشه بالنسبه لدوك القطع اللي طابو راه كنغطيوهم باش يرجع ليهم داك البخار ديالهم يعني ما تخليوهمش هكا نحيدوهم من المقلى ونخليهم عريانين يعني ضروري ردوا عليهم واحد الزويف باش يرجع ليهم داك الصهد ديالهم ويجيونا هشاش صافي كنبقاو نقلبو اللي طابت كنحيدوها واللي مازال كان نردوها ما على جنب حتى سالي الكميه كلها اللي عندنا صافي كنبقاو كنحيدو فيهم والحرشات ديالنا من بعد ما طابو راه درتهم تحت داك الزويف كما قلت لكم باش يرد عليهم داك الصاد وصافي غادي نقدموهم هنا شفتوا ديالنا اللون ديالهم البنات راه سميده صفرا ولكن زاد لي داك داك البرتقال اولا عصير البرتقال زاد عطاه واحد اللون اللي هو رائع يعني آه في غير في الشكل ديالهم كيبانوا كي لذاد وكيبانوا مزيانين والريحه ديال البرتقال طالعه منهم زوينه زوينه بزاف يعني نتمنى تجربوهم البنات رفقتهم هنا بشويه ديال الزبده بلديه وشويه ديال العسل غادي نحل معكم وحيدة ان شاء الله باش ت... يعني تشوفوا الداخل ديالهم لانهم كيجيو كي رائعين واخا طلعت يدي على التصوير ما ما تشدتش فاش كنت كنقسمها كتجي على هذا الشكل هذا كتجي رائعه يعني ها نتوما شفتوا قدامكم راه كتبان فتيه وهشيشه نتمنى تجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه وكالعاده الا عجبكم الفيديو, تنسوش الفيديو ت... ما تنساوش اللايك للفيديو وما ما تنساوش القناه بالبارطاج في المواقع ديال التواصل فضلا منكم وليس امرا وتجربوا هذه الحرشه كيف ما قلت لكم ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فما عليك الا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات وصلنا لنهايه الفيديو كنقول لكم خليت لكم الراحه والى لقاء في فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم